أعجزت مصر أن تمد قطاع غزة باثنين مليون أو مليون ونص من الوقود؟ إذا لم يكن إذا لم توجهوا بوصلتكم لفلسطين وللأقصى وللقدس واستئصال العدو الصهيوني ستدوسكم أمريكا وستحاصركم بمؤامراتها وستقضي عليكم. لذلك يجب أن ترفعوا راية الجهاد، راية لا إله إلا الله. يا أخوان احنا عددنا في غزة 1.8 مليون، عدد مصر حوالي 90 مليون. يعني لو تيجيت احنا قديش النسبة؟ نسبة بسيطة جدا، تقريبا 2%. يعني لا نشكل عليكم ضغط مطلقا. الأقصى وأرض فلسطين هي التي تكسرت عليها كل مؤامرات التاريخ، مؤامرات الصليبيين ومؤامرات التتار. الأقصى وأرض فلسطين هي التي احتضنت معركة حطين. هذا التاريخ المشرف لا يريدون أن يظهر مرة أخرى فيقضي على اليهود ومن والاهم من الصهاينة ومن الأمريكيين ومن الإمبرياليين. ولذلك المؤامرة واضحة جدا. الأقصى وأهل فلسطين يمثلون رأس حربة للإسلام والمسلمين. ولذلك عندما نستنجد بإخواننا العرب لا نستنجد لنأكل ولنعيش ولنشرب ولنلبس ولنترفه، لا، إن عندما نستنجد إنما نستنجد لنواصل الجهاد. والحمد لله أصولنا كلنا عربية، ويستطيع كل فلسطيني في غزة وفي كل فلسطين أن يأتي بجذوره العربية، سواء كانت من السعودية أو من اليمن أو من أي نفط. ولذلك قد تربطنا قرابات. ولذلك أين المودة؟ أين الرحمة؟ أنا شخصيا نص عائلتي مصرية، كلنا، ويمكن بيجي حوالي أكثر من 30 عائلة اسمها المصري في أساسنا. نص 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 فلسطين، نص فلسطين يا أخواننا مصري ونصها سعودي. إيش من هم الفلسطينيون؟ في عنا في أسماء كثيرة اسمها المصري وجذورهم مصرية، جذورهم مصرية مصرية. قد يكونوا من الإسكندرية، من القاهرة، من دمياط، من الوجه البحري، من أسوان، من الصعيد. نحن مصريون، نحن عرب، نحن مسلمون، نحن منكم. الله أكبر، الله أكبر، والله الحمد، الله أكبر. كيف تسكتون؟ كيف تسكتون يا مسلمون أن يموت أهل غزة وأنتم تنظرون إليهم؟ لا تستطيعون أن تمدوهم بأمر بسيط تعطونه للغرب بثمن بخس ودرائم معدودات.